حنان مع أختها، لا حنان مع أمها، لا حنان مع زوجها، لا حنان مع والدها، لا حنان في عملها، لا حنان لا حنان لا حنان كتبوا عليه، لا حنان لا حنان لا حنان لا حنان لا حنان لا حنان كتبوا عليه، لا حنان لا حنان لا حنان كتبوا عليه. لا تلقى الحنان، لا ترى الحنان، لا تجد الحنان، كتبوا عليه، لا حنان لا حنان. لا تلقى الحنان، لا ترى الحنان، لا تجد الحنان، كتبوا عليه، كتبوا عليه، لا حنان لا حنان لا حنان، كتبوا عليه، لا تجد الحنان، لا ترى الحنان. ما أختها، ما أمها، ما والدها، ما أختها، ما أمها، ما والدها، ما أختها، ما أمها، ما والدها، لا تجد الحنان، لا ترى الحنان، لا تجد الحنان، لا ترى الحنان. كتبوا عليه لا حنان لحنان، لا حنان لا دفء ولا حنان، لا عاطفة ولا حنان، لا مودة ولا حنان، لا أخوة ولا حنان، لا رفقة ولا حنان. كتبوا عليه لا حنان، كتبوا عليه لا حنان، كتبوا عليه. اخر عليا هيا اجلسا، هيا ارجع إلى مكاني، هيا. لا حنان، شيطان تجلى، شيطان تجلى، شيطان بسحر عظيم. جلك الله كما جل من قبلك في الرأس بالمضموص عصي الذي عجز مطلب، وفي العينين وفي الأم كذلك حسد القريبات ووقد القريبات. والآن أنت من كما أخبرني ولي الآن دائما حينما تسمع أو تتصل بأختها، أصل هي قطع الصلة بينها وبين أختها سنين، لا تستطيع تكلمها أو تجالسها، مفهوم؟ فجعل العداوة بينها وبين أمها وأبيها وحتى مع أخواتها وأختها، صح؟ ولكل وظيفة خاطئة، صح؟ صح لا؟ صح صح. كم سنوات تعذب ودع الأخت؟ ها؟ تكلم بالعربية، هيا تكلم بلسان نفهمه. أنت لن يعذب مع الأخت؟ الشمس الشمس عباد الشمس، سحر الشمس وعباد الشمس. طيب كم سنة وانت فيها؟ شحال عام انت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ هاي دخلتيها شحال؟ 16 سنة، 19 سنة وانت داخل هذا الجسد تهتك وتعذب. 19 سنة عمرها الآن كم؟ 30 سنة. عمرها 30 سنة، يعني كان عمرها شحال؟ 11 سنة، يعني منذ الصغر. عندها 29. عندها 29، يعني سبحان الله مش 10 سنين وفيها. طيب خير إن شاء الله. وأنت من يجعلها العذاب مع أختها، صح؟ هي الآن لا تتكلم مع أختها سنوات. والعدو مع الأم ومع الوالد، ومن معك كان الذي يأخذها إلى الوشم، أن تشم، أن تجعل الوشم في المروج على ظهرها وعلى سائر جسدها، وتكون في الطرقات تبتعد عن الحجاب وعن بر الوالدين، صح؟ لأن السحر عظيم في آية الكرسي وسط الصف تحت بالدم.
إذا أنت 10 سنوات وأنت تفرق بينها وبين أختها، ها؟ حسد على المحبة بين الأخوات. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يفرقون بالسحر بين المرء وزوجه وبين الإخوة وأخواته، حتى في العمل حق المال، صح؟ إذا أنت 10 سنوات شيطان تسكنها، صح؟ صح. 10 سنوات وأنت تسكن هذا البدن تعذبه بالليل وبالنهار، صح؟ تعذبها بالليل والنهار. سحرك عظيم، شمس ودم وتحريف للقرآن، تعذبها بالليل والنهار، صح؟ صح. أسلم لله عز وجل. وعجز الطب عن كشف المرض الذي في الرأس في النرويج، صح؟ وقالوا أنهم يشكون أنه مرض خبيث، صح؟ وأنتم من يسكن الرأس. هناك فحوصات تؤكد أن الأطباء في حيرة في النرويج، وليس بها مرض، أنتم السبب. وطلقتم وكنت في طلاقها، ها؟ لست أنت، غيرك الذي أسلم، صح؟ صح ولا لا؟ ومن طلقها إذا؟ ها؟ تكلم. كيف؟ تكلم بلغة، بلسان عربي، تكلم العربية، تكلم عربية، تكلم عربي. نعم. من طلقها إيمان؟ كيف قرآن؟ قرآن من؟ الذي طلقها هو القرآن، سحر القرآن. الذي طلقها هو السحر دع القرآن. تكلم. الطلاق الذي حصل لأنها مرت بمراحل، عذبت في الدراسة فتعطل عليها البكالوريا لكنها نجحت في النرويج. من عطل؟ من أنت؟ تكلم أنت. ها؟ من عطل الدراسة؟ من؟ تكلم. من؟ لا تخف، هيا. السحر والذي عطل عليها الدراسة وأخذت إلى المستعجلات في يوم البكالوريا، كما يحصل كثير من أخواتي في المغرب، يوم الامتحان أو يوم الزواج تؤخذ إلى المصحات والمستعجلات، وهذا ما حصل في النرويج، فتعذر علي الامتحان بكالوريا، صح؟ صح، بالسحر. طيب كيف؟ أسقط ديال ايش؟ أسقط الإسكات، إسكات حتى تكون تصمت لا تنجح، ها؟ طيب، سحر علم حاله الآن، تبين خادمه، والعذاوة بينها وبين والدتها ووالديها، كذلك أنتم السبب، صح؟ ها؟ تجعل العذاوة مع الأم ومع الأب، إذن هذا السحر العذاوة مع الجميع، صح؟ صح. نعم، العدو مع الجميع، صح؟ كل العدو مع الكل، كل مرة ديال الفاميليار، صح؟ السحر كل سحر العائلة، دول ماما دول ثلاثة والأثمان ديال الواحد، فاطمة
أنا الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أسلم لربك عز وجل. من في الأم أسلم فأسلم أنت أيضا. هيا أشهد لقد عذبت هذه الفتاة وطلقت وتعذرت تعطل يعني نجاحها وزواجها محق مالها شوه جمالها صح ولا لا؟ وخلت المستشفيات وأطباء ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. احرمنا الناس من السعادة التي حباهم الله بها بالجن والشياطين والأسعار. وهذا كله بناء على الحسد. لهذا حرم الله جل وعلا الحسد. الحسد عظيم جدا قد يصل ولا يبنى إلى القتل أن يقتلك ولا يشعر أو ربما يتفنن في قتلك ويشعر. نسأل الله العفو والعافية. أشهد قلها لله تعالى أشهد أشهد وأرفع فعل التوحيد أرفع التوحيد. نريدكم جميعا ما في البداية أن تسلموا لله تعالى. أسلم كثيرا ما كان في العينين يأخذ عينيها أسلم فأسلم أنت أيضا أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا لا زال من هو الكفر في البدن لا زال إذن لا زال هناك من يخدم السحر كذلك في البدن ويعطل ويعذب لأن النطق يخرج بصعوبة فهناك من يحجب اللسان ويمنعه ويثقله. أسلموا لله جميعا أسلموا لله عز وجل جميعا يا من في البدن سواء في الأم أو في الإبرة. أسلموا لله عز وجل جميعا إياكم والظلم. لقد سكنتم سنين يعني الأصحاء ترجع إلى أكثر من 10 سنوات. هذه الأصحاء كانت في النرويج وفي المغرب في المغرب وأثرت هناك في النرويج. نعم جاءوا إلى بيتهم في المغرب زاروهم وسحروهم. لماذا هم في النرويج وعندهم البير وعندهم الأبناء وأبناءهم طيبات ناس طيبات ويعملون ما شاء الله وكي يخدمون زيادة يعني يتوصلون زيادة متوقعات متحجبات صح ولا لا؟ صح. فسحروهم جميعا أصبحت الأم في العذاب وفي المرض والسعادة الموجودة. البنات كيشعرن بصعوبة والأمراض من كل مكان ولا يعرفون السبب صح ولا لا؟ والأخت الأخرى كذلك مريضة في النرويج الكل مريض والسبب هو سحر الساحرة سحرت في بيت المغرب إلى نظارته أعطته المبارك صح. نعم نعم رحمه الله الله نفافي. قل أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أقول شوية شوية أعرف أنك تجيب عربية أعاهد الله أعاهد الله ألا أظلمها ألا أظلمها أن لا أظلمها وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وعاهد الله أن لا أظلمها أن أوقف الأصحاب
طاعة لله وطاعة لرسوله. وعاهد الله ألا تبقى العداوة بينها وبين أخواتها، ألا تبقى العداوة بينها وبين والديها، ألا تبقى العداوة، ألا تبقى العداوة، العداوة بينها وبين الناس. من اليوم لا عداوة. أشهد أن لا إله إلا الله. ننتهي من هذه الحصة تتصل بأختها، كتسمعني؟ تتصل بأختها وتتكلم معها بكل حب وبكل فرح وبكل سعادة. خلاص ما تسد ما تغضب ما تضيق. اتفقنا وغدا نتمم أمر العداوة بين الأخوات. اليوم نتأكد منه. خلاص اليوم بإذن الله نتأكد منه. الحمد لله. الحمد لله. نعم صدقت. الحمد لله. لم ننتهي من هذه الجلسة بما بدأنا به. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله اللي هدانا صح؟ الحمد لله. إذن اليوم تتصلي بأختها وتطمئن عليها، ها؟ وتكون بينها وبينها المحبة والمودة. لا تؤذي قلبها تجاه أختها أو والديها أو الناس. خلاص؟ إذن تكون إنسانة سعيدة وطيبة تحب وتحب. خلاص؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل بيننا محبة ومودة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ألف بين قلوب الإخوة والأخوات. اللهم ألف بين قلوب الأمهات والبنات. اللهم ألف بين قلوب الآباء والأمهات والأبناء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم احفظ البيوت والأسر من شر السحرة والحاسدين من الأقارب والجيران والجارات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي كل جانٍ سكن الأبدان. اللهم اهدي كل جانٍ سكن الأبدان. اللهم اهده ربنا. اللهم ثبته ربنا. اللهم وفقه ربنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم ربنا.